بعد أكثر من 100 يوم من اتفاق ستوكهولم، ما هي رهانات الأمم المتحدة ومبعوثها لحل الأزمة اليمنية؟ وكل المعطيات تقول إن تحركات المبعوث الأمم الأخيرة ليست إلا محاولة للهروب من تعقيدات الأزمة اليمنية. أهلا بكم. ذهبت الأمم المتحدة بعيداً عن جوهر الأزمة اليمنية وتداعياتها، رغم وضوح المشكلة، هناك من يتعامى في محاولة للهروب من الاستحقاقات الحقيقية والاستهلاك السياسي للمرأة وإدراجها في صراع بعيد عن الحلول الواقعية. فكيف يمكن للقوى المدنية أن تؤثر في مسار الحرب الدائرة وتنتزع نصراً أخفقت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيقه؟ إذا كانت الأمم المتحدة فشلت في إنقاذ خطوة في ملف الأسرى والمعتقلين أو تحقيق إنجاز واحد في ملف الحديدة، هل سيترك اليمنيون لخوض حربهم الطويلة لتشظي البلاد دون الوصول إلى اتفاق لخروج ما تبقى من اليمنيين من هذا المأزق الدموي؟ هل بات على الأمم المتحدة أن تقيم فعالياتها على هامش الحرب والأزمة اليمنية لتسقط عنها إخفاقها الكبير؟ لماذا عوضاً عن إدانة القتلة تبرز مساعي للفت نظر العالم إلى مواضيع ثانوية بعيداً عن مواجهة المشكلة وترك البلد نهباً للضياع والتلاشي؟ أكثر من 100 يوم على اتفاق السويد المتعثر، يتزامن هذا التاريخ مع مرور أكثر من 4 سنوات على انقلاب الميليشيا على دولة اليمنيين، رحلة معقدة وشائكة يخوضها اليمنيون على أكثر من صعيد، فيما باتت تحركات المبعوث الأممي إزاء الإخفاقات المتكررة ضرباً من العبث الدبلوماسي والسير بمحاذاة المشكلة وحلولها، وعوضاً عن السعي الجاد والضغط من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم وإلزام ميليشيات الحوثي بإنفاذها، تذهب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات على هامش إخفاقها في حلحلة الأزمة اليمنية. لم يتوقف الرجل وحرص على الظهور أمام شاشات التلفزة، لكنها هذه المرة من زاوية مختلفة، فبدلاً عن إشرافه على اتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الشرعية والحوثيين في عمان بعد الموقف المتصلب من قبل ميليشيات الحوثي، ذهب المبعوث الأممي للدعوة إلى إشراك النساء والشباب وممثلي المجتمع المدني في صنع وبناء السلام في اليمن، السلام الذي لم تستطع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إحراز أي تقدم بشأنه، ناهيك عن التزامات العالم أمام معاناة اليمنيين من كوارث متعددة ومعقدة بدأت بالحرب ولم تنتهي بالجوع والأوبئة. فقد أعلنت الأمم المتحدة ذاتها أنه تم الإبلاغ عن نحو 109,000 حالة إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن. يقول متابعون: إذا كانت المشكلة واضحة والحلول واضحة، فإن ما يمارسه جريفيث هو هروب من الاستحقاقات الحقيقية والاستهلاك السياسي للمرأة وإدراجها في قضايا على هامش الصراع بعيداً عن الحلول الواقعية. من قام بالحرب والانقلاب معروف، ومحاولة لفت نظر العالم إلى مواضيع ثانوية بعيدة عن مواجهة المشكلة هو ترك البلد نهباً للضياع. النساء حاضرة في المسار السياسي، أما في الحرب فإن الأصوات المدنية تغيب أمام أصوات الرصاص. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير بداية دكتور عبد الباقي. مساء. إذن برأيك ما الذي يمكن أن تضيفه مثل هذه التجمعات واللقاءات والأنشطة إلى القضية اليمنية؟ أولا دعيني أقدم تحياتي وتقديرنا لكل النساء اليمنيات، يعني كل النساء اليمنيات يعني هم الذين يتحملون الأثر المحدث مجتمعيا من خلال يعني فقدان الأطفال والأزواج. المرأة اليمنية وفقا للدراسات الاجتماعية للمرأة العربية صنفت مرأة من حجر لصبرها. تحية لكل النساء اليمنيات، ولا أستنقص أي امرأة، وأقدس المرأة اليمنية من خلال أمي، ومن خلال أيضا ما عرفته بعد عودة بعد غياب 15 عام اكتشفت أن المرأة اليمنية تلك المختفية خلف اللبس الأسود مرأة متطلعة وشجاعة وقائدة. وأستثني
من هذا التقدير كل الأيادي النائمة للحوثيين، ولقاء عمان يعبر عن حاجة. لكن طالما أن المبعوث الأممي قد يعتقد البعض أنه غير مدرك وأنه لا يعني لا يدرك ما المطلوب، لا هو محاط بعلي سيف حسن ومجموعة من الموالين للحوثيين، وهذه المسرحيات والتجمعات معتادة حتى مع ولد الشيخ. طبعا هو الآن يكسب مزيد من الوقت، هو يعرف جيدا أن الخلاف لا يتعلق بمتى نأتي بالمرأة نأتيها عندما يكون هنالك يعني توافقات قد تمت وتأتي هي. لا يمكن أن تكون شريكا في هذه التوافقات، أن تصنع جزء من هذه التوافقات. لا يوجد توافقات، هناك تضليل. دعني أتحدث بعمق أكثر من المسألة. لا تتعلق بالمرأة وأنها شريك وأنها مصير مشترك، نحن أمام مؤامرة دولية. يعني دعنا نتحدث بشكل من العقلانية المطلقة الصارمة. المرأة اليمنية، أنا كنت من الذين لم يفهموا المرأة اليمنية، كنت أعتقد أن تغيرت كل أفكاري على المرأة اليمنية، حتى كنت في لبنان مع الأمم المتحدة مصدومين من هذه المرأة اليمنية وقدرتها على العطاء والتطور، قدرتها على الإبداع والمبادرة. هذا شيء لا خلاف عليه. المسألة لا تتعلق بمؤتمر المرأة، كنت أتمنى من هذا المؤتمر كل ميزانيته المقدمة تذهب إلى سلال غذائية، إلى دعم البنية التحتية. هذا الرجل يتحرك استراتيجيا، هو الآن يضلل الرأي العام، يعطي أنه يقوم بفعاليات، وأن النساء لأنهن يعني المتضررات من الحرب وأنهن سيشكلن دفعة. لكن المشكل اثنين، الأمم المتحدة والدول، ليس الأمم المتحدة، الدول الراعية المهيمنة والدول الخليج لا تريد حسما عسكريا، لا تريد في هذا التوقيت أي خطوة تسوية، كل الأطراف بما في الحوثيين. اثنين، هذا عنصر في غاية الخطورة. عندما نحن نقوم بفعاليات وهمية نشعر العالم، نستنزف الميزانيات، بينما المشكلة اثنين، أولا المجتمع الدولي لا يريد حسم المعركة في هذا التوقيت في غاية الأهمية. عنصرين دعني أكمل، لأنه يريد مزيد من الاستنزاف، مزيد من تغيير الواقع. هناك يكون سلطة واقعية في الجنوب، الحوثيين سلطة واقعية، تدهور الأحوال المعيشية، تآكل تطلعات الناس، حتى لما يريدون وضع تسوية وفقا لما تم التخطيط له الكل منهك، الكل يقبل ليس بالتسوية، بالبقاء حيا. هذا مخطط غربي لم يحن بعد. العنصر الثاني لجريفيتس هو أن الأمم المتحدة وبريطانيا استلمت الملف اليمني بشكل مباشر. هي استلمته أولا بشكلها الأول، الشكل الأول عن بواجهة أممية، بواجهة كانت أيام ولد الشيخ كان مسؤول الملف في المناطق الجنوبية، كانت تراقب من الخلف وكل الملفات مشرف عليها، حتى الأمريكان موكلين ما عدا الملف التنظيمات الإرهابية، هناك تنسيق إماراتي أمريكي غير معلن، لكن بريطانيا تتابع ولديها شخصية غير معلنة. سلم الملف لبريطانيا بواجهة أممية من خلال جريفيتس أولا، وتم الضغط دوليا واستغلوا حادثة اسطنبول وضغطوا على الأطراف، وكان الحوثيين بحاجة إلى اعتراف بهم دوليا، ذهبوا إلى استوكهولم وحققوا جريفيتس. لكن هدف استوكهولم أولا عنصرين، عنصر الأول أنقذوا الممثل لبريطانيا كممثل الأمين العام في أنه استطاع جمع الأطراف. العنصر الثاني أن الأمم المتحدة أصبحت في الجغرافيا الوطنية اليمنية وسحبت يعني أن تكون دول التحالف الإماراتي السعودي. وأنا أحب أن أضيف حاجة، من الآن وصاعدا لا أستطيع أن أقول التحالف العربي، نحن نتحدث عن تحالف سعودي إماراتي في اليمن وليس عن تحالف عربي. التحالف العربي هذا تضليل، بالتالي هنا الأمم المتحدة كاسبة. الآن نقيم مؤتمرات، نؤخر الحسم، نفتح نذهب، لم نحسم استوكهولم حتى نذهب لمشاورات أخرى، لأنه ما زال الغرب بحاجة إلى اكتمال
العمليات الاستراتيجية. ما هي الاكتمال؟ ما زال المناطق الجنوبية بحاجة إلى بعض الوقت لفك الارتباط، ما زال الحوثيين لابد أن يكونوا قوة ثابتة، وبالتالي السلطة الشرعية تضعف حد أنها تقبل بالحلول. الشعب اليمني محاصر، وبالتالي يوصل لمرحلة من اليأس والإحباط، بحيث أنه يقول فك الشمال على الجنوب موافق، نعمل يعني 20 دولة موافق، نعيد لكم أحمد علي صالح موافقين. يعني المهم نحن نخرج من هذا الواقع. هذا استنزاف. نعم، لكن دكتور اسمح لي، هذا الاستنزاف ربما يعني قد طال أمده وملاحظ خلال هذه الأربع سنوات، ليس فقط في مقدرات البلد، وإنما فعلا استنزاف نفسي غير عادي للشعب اليمني، اجتماعي وصحي. نعم، صحيح. لكن في ظل هذه المماطلة نجد مثلا ورقة اليوم أو بيان من الاتحاد الأوروبي الذي يتوقع تنفيذا سريعا لاتفاق ستوكهولم خلال أو قبل أكثر من 3 أشهر، في حين نجد أن الأمم المتحدة فعلا تقوم بمماطلة وعدم الضغط عمليا لتنفيذ حتى نقطة واحدة من الاتفاق. أشكرك على هذا السؤال، أشكرك على هذا السؤال، وسأربط لو سمحتي. شاكرا لك. الاتحاد الأوروبي يعلم مسبقا، وأنا تحدثت من هذه القناة وتحدثت بأكثر من قناة، بأن اتفاق ستوكهولم يتعلق في ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية. وأنا أكرر، ليس من باب أنه ليس لدي كلام، أكرر لأهمية ما أقول، لما أعتقد أنه مهم. أنا أعتقد هكذا، ممكن يكون خاطئ، لكن كل المؤشرات لدي تقول أن ستوكهولم أعد للمناطق الشمالية، وبالتالي وأعد حتى لا يتم تنفيذه. يعني أنا يهمني هذه الجملتين، أعد عنصرين للجمهورية العربية اليمنية مناطق الشمالية، أعد لكي لا يتم تنفيذه، لأنه لابد. ما قيمته إذن؟ القيمة إذن تأجيل. أولا أنا عملت حل في الحديدة وتعز، وهذه كلها مناطق شمالية، لابد أن تعز لم يتم التطرق إليها. نحن بحاجة إلى وقت، يعني نحن بحاجة إلى أنه الرفض، الحوار، ستوكهولم الآن البيان واضح سيطبقون ستوكهولم. ستوكهولم ليست، لم تكن، نحن لدينا مرجعيات في 22-16، لدينا مرجعيات قرارات مجلس الأمن، لدينا الخروج من المدن. هذا أصبح عليها. اسمعين، هناك قطيعة الآن، المرجعيات السابقة انتهت، نحن الآن أمام مرجعية جديدة تتعلق بإعادة انتشار وليس انسحاب المدن، هذا شيء جديد. نحن الحكومة وافقت عليه، هذه الحكومة ارتكبت كارثة سنحاكمها عليها، هذا شيء آخر. نحن نطالب الآن بتحرك شعبي من الداخل، وهناك الآن تكتلات في مدينة تعز، وتكتلات ينبغي أن تتوسع هذا التكتل الوطني في تعز وفي بقية المناطق لتعديل هذا، لأنه نحن تحدثنا من مبكرة، قلنا أنه هناك عنصرين في ستوكهولم. العنصر الأول، الغرب لا يعرف أنه لن يطبق، لأن الحوثيين يريدون الاعتراف بهم دوليا بأنهم بعد تصفية صالح. دول التحالف كانت في موقف إخلاقي حرج، ذهبت وضغطت على السلطة، السلطة تبعية يسموها في يعني في الأحياء الطفيليات، تتغذى على الآخرين، أصبحت طفيليات السلطة. بالتالي هم يريدون اتفاق ستوكهولم، ندخل في حوار حول الحوار، لم نعد نتحدث عن انسحاب مدن، نتحدث الآن على إعادة انتشار. يعني لو أعادوا الانتشار في تعز، الحوثيين أصبحوا قوة، الحوثيين محاصرين المدينة. لو أعادت انتشار الحديدة، لماذا لا يتم الحديث عن ميناء عدن، عن ميناء المخا، عن يعني المواني الأخرى، عن مطار عدن؟ هذا غير موجود. إذن هم يريدون أن نذهب في حوار للحوار لكسب. بعد فترة سنوصل إلى إنهاك تغيير الواقع، السلطة أصبحت أكثر ضعفاً، لأنه الإمارات لن تسمع بالرئيس بالعودة، لن تسمح للرئيس بالعودة للداخل، حتى إذا عاد الآن أصبح المزاج الشعبي، وأصبح ما يسمى في تدريب المناطق الجنوبية على إدارة الحياة اليومية، لهم دربوهم منذ دخول قوة التحالف العربي. إذن نحن أمام مؤامرة. السلطة الشرعية الآن تتذرع، أصبحت أحيانا تدافع عن ستوكهولم، ليس لستوكهولم فقط، لتثبت للعالم أن الحوثيين الرافضين. نحن كل مرة من جنيف إلى الكويت والسلطة الشرعية تتحدث تثبت للعالم أن الحوثيين نحن لسنا بحاجة إلى أن تثبتوا للعالم، نحن مدركين، والغرب يدرك. الآن الأمم المتحدة أصبحت، ومراقبة الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن، موجودين في الجغرافيا.
أصبح الآن سنة، سنتين، 7 شهور، 8 شهور، فنعمل مؤتمر نساء ومؤتمر للعصافير، يعني هذه الميزانية المهولة اللي صرفت على. طيب بتقولي لي أنت الظروف الإنسانية، أقول لك أنه وتحدثنا من هذا البرنامج أن الحالة الإنسانية وإنهاك الشعب اليمني استراتيجية، استراتيجية غربية وحوثية، استراتيجية غربية وحوثية. وليس حوثية كأنهم أذكياء، هم ميليشيات تنتمي للقرن 14، حزب الله وإيران، حزب الله وإيران، وما يسمى بخلية التفكير حزب الله. ماذا تفعل؟ تقول لك اعمل أزمة إنسانية تضع دول التحالف والمجتمع الدولي في وضع لا يستطيع استمرار المعارك. لذلك ستسمعين دمروا البنية التحتية، سرقوا المرتبات، لا يدفعون المرتب. ليش؟ مش لأنهم هم أذكياء، هم يعرفوا أنه لو كانوا دفعوا مرتبات عشان يكسبوا الناس، لكن لما تجي تقايض بين دفع المرتبات ودعم البنية الصحية لن يستطيعوا إيقاف المعارك، لن يستطيعوا الحوثيين إيقاف المعارك وهم في كامل قوتهم. لذلك نصحوهم أنه منع مرتبات، تقويع الناس، إفقارهم، كلما ضغط المجتمع يوقف. بتلاحظي المجتمع الدولي ماذا يريد؟ لو سمحتي كمل بعدين لو تحب ذهبي. المجتمع الدولي سلم لهم بالهدنة الاقتصادية البنك، تركهم ينهبوا المال العام، تركهم يسرقوا المساعدات، المجتمع الدولي. لكن اذهبي إلى جوجل، ابحثي عن كل تصريحات المجتمع الدولي، تلاحظين يسبق أي دعوة للسلام أو المشاورات الحديث عن وضع إنساني. لذلك الوضع الإنساني هذا ورقة غربية لإيقاف دول التحالف قبل تغيير التوازن. يعني إذا دول التحالف تقدمت لحديدا نحب نوقفها عشان الحوثيين يحافظوا على مكانتهم، نتحدث عن خطورة. بالتالي دول الغرب تريد بقاء الحوثيين، استنزاف دول التحالف وتأثيث المناطق الجنوبية، تجميع بعض المناطق تكون مكان استنزاف، حتى نوصل إلى مرحلة هم يفرضوا، يقول لك في خطر على الأمن والسلم الدوليين، لابد من دخول قوات أمريكية لحماية الممرات البحرية، لابد من وجود قواعد عسكرية لبريطانيا، والصين تريد قواعد في البحر. هذا مهج الإمارات. لذلك نعم، إذن اسمح لي دكتور فقط أن تنضم معنا الأستاذ أفراح الزوبة، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ أفراح. أهلا وسهلا. مساء النور بك. أهلا بك أستاذ أفراح. أعرب المبعوث الأممي عن أمله في زيادة تمثيل المرأة على المستوى الرسمي في المشاورات المقبلة. حضور ومشاركة المرأة في المجال السياسي أستاذ لا خلاف عليه، وقررت حتى مخرجات مؤتمر الحوار، لكن برأيك لما يتم الانشغال بقضايا مجمع عليها ولا يتم التركيز على القضايا الأساسية، يعني على الأقل تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟ يعني خليني أقول لك أنه في جريكس موظف منظمة دولية، واحدة من المتطلبات الصيفة الذي يشتغل فيها الذي بيتعمل تقييم للأداء ما يتعلق بتوازن الجندر، ما يتعلق بإشراك المرأة، وبالتالي أنا يعني هذا أعتقد أني واحدة من الدوافع التي بتخلي الأمم المتحدة تركز أو المبعوثين يركزوا على موضوع إشراك المرأة، أنه في النهاية هم محاسبين بناء على قرارات، يعني تعرف القرارات الأممية 13-25 وما إلى ذلك من القرارات التي تطالب بإشراك المرأة في أثناء فترات الحرب والسلم. فبالتالي هو يعني يعتبر جزء من أجندة العمل، من المهام التي في عمله أن يركز على إشراك المرأة. هي السؤال يمكن يكون شوية مختلف، إنه فين العملية السياسية بشكل كامل؟ فين إحنا؟ ليش ما تقدمناش؟ لكن بعد يعني المفاوضات الكويت الموضوع يراوح، يعني زي ما احنا عارفين الان ستوكهولم والفشل الذريع الذي فشل الاتفاق ويعني بكل جوانب، يعني هو هذا السؤال. لكن ما يتعلق بفكرة مشاركة المرأة في العملية السياسية، هذه تظل واحدة من الأشياء التي يعني احنا عارفين حتى من المفاوضات الكويت الماخر لها كان في رفض كبير لإشراك النساء أو المجموعات التي جد ربما تسمى صار الطرفي الحرب، يعني أو ما يسمى الطرفي الحرب.
نعم، إذن يعني هناك من يرى أن ما يحدث هو مجرد استهلاك إعلامي باسم قضية المرأة ومحاولة لإدراجها في الصراع بعيدا عن الحلول الواقعية التي تمس جوهر القضية اليمنية، ما رأيك؟ يعني نشوفي في النهاية الإطار الذي توضع النساء فيه، يعني الإطار الذي مثلا يتم وضع تصور للشاكة النساء فيه أنه كصانعات سلام. الإشكالية أنه في تجاوز لحقيقة الوضع، يعني في النهاية الكل يريد السلام، يعني ما فيش لان يعني كل لا في لا يمنيين، يعني اليمنيين مجموعين يريدوا السلام، لكن ما هو السلام الذي نريده؟ فهي هل الفكرة هل مثلا يتم سحب النساء لمجرد من يعني نريد السلام، أم أن أن أم أن هناك محاولة جادة لإشراك النساء في عملية يعني عملية المفاوضات أو بناء السلام على أسس معينة الذي نتكلم عليها، سلام عادل يمنع الصراعات، يعني يحب الصراعات المستقبل على المرجعيات التي الكل متوافق عليها، الذي هي مخرجات الحوار و 2216 وال يعني المبادرة الخليجية وعملية التنفيذية. فهذه هي الأسس. فالآن الفكرة أنه يعني إحنا تنميط النساء في صورة داعية السلام، يعني مثل ما قلت كان مبدأ لا يوجد من ينادي بالحرب، لكن الفكرة أي سلام نريد، يعني وهنا كما قلت لك تجاوز بيجي النساء، يعني لسنا بهذه القصة أو كل الصورة النمطية تماما، هناك اصطفاف، يعني ستجدي حتى في الحركات النسوية الآن في اليمن هناك اصطفافات، في هناك مصطفات يعني إلى جانب يعني معين وهناك مصطفات إلى جانب آخر، وهذا يعني خلاص هذا يعني أشياء أفرزتها الحرب. يعني قلت لك يجب ان تتجاوز دعوه لوجود النساء انه مجرد انه هيا نتحدث على النساء كصانعات السلام الى مشاركه حقيقيه بغض النظر، يعني في النهايه المحاكمه. لكن فعليا هذا هو ما يحدث استاذه افراح، يعني كثير من التجمعات واللقاءات والمؤتمرات المعنيه بالمراه ولكن عمليا لا يوجد شيء على ارض الواقع، كما يحدث في السياسه تماما، يعني مع يعني توقف عجلة هذه الحركة السياسية، يعني لم يعد هناك لقاءات معنية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم ولا حتى بمبادرة الأسرى الحديدة، أي نقطة واحدة يعني تشي بتحرك هذا الملف على الأقل؟ صحيح هي المشكلة هذه، أنه يعني الآن احنا يعني شوفي كانه في اسيا في الامم المتحده بشكل كامل، سواء من وقت جمال بن عمر وما يلي الامم المتحده مجرد ميسر، لكن عاده الاتفاقات السياسيه سواء يعني في اليمن او غيرها من الدول عاده يتم طبقها برضا الكاف او بغير رضا عبر يعني منظومات دوليه، يعني مصالح الدول التي تتحكم في هذا الصراع او في هذه الحرب. فيبدو يعني تبدو هذا تفسيري الشخصي ان هناك ان جريفيث يعني يترك مجال لمن هم الان على نقول على 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 يعني من هم منضويين او من هم مهتمين بهذا الصراع من القوى الدوليه والاقليميه لاحداث بساسات معينه، بحيث انه في النهايه هو سيسلم البروبوزل او المقترح الذي يستطيع بعد ذلك ان يصوبه يعني يسمى مظله الامم المتحده، لكن للان لا يوجد لا اعتقد انه يوجد في التاريخ اي اتفاق سلام استطاعت الامم المتحده كامم متحده ان ترعاه وتنفذه، يعني في النهايه كما قلت لك حلول سياسية مثلا تأكيد من أطر خارج مظلة الأمم المتحدة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا أفراح الزوبة، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور عبد الباقي، بداية كنت تود التعليق حول مشاركة المرأة أو نسبة مشاركة المرأة، تفضل. دعني أقول أربط بين حدثين، نحن أنا كنت من الشخصيات القريبة، لست من يعني كنت تعد تمثيل الشعب اليمني في مؤتمر الحوار الوطني، وكنت قريب جدا من بعض الشخصيات المقربة يعني في وضع تصورات، ونصحناهم أنه يعني اختزال الشعب اليمني في 5/5 وعزلهم في فنادق لن يجد حامل مجتمعي لمخرجات الحوار، قاموا ب
تمثيل 30% للشباب و30% للمرأة، وهذه تسمى الآن، لا أتحدث أنا كشخص ولست ضد تمثيل المرأة، في حاجة اسمها الديمقراطية الممولة لا تحدث تغيير. الديمقراطية الممولة لا تحدث تغيير، بمعنى حتى الكوتا، أنا في علم الاجتماع متخصص، الكوتا أحيانا لا تساعد في إدماج المرأة. الكوتا يعني تفرز مجموعة من النساء يصبحن جماعة مصلحية يرفضين كل أي صعود للمرأة، وتصبح الخمس نساء أو العشر نساء، يعني الشعب اليمني 50% منه نساء، نختزلهم في عشر نساء في الأحزاب. هذا لا يحدث تغيير، لا يحدث تغيير، هذا اسمه الديمقراطية الممولة الآن، وهذا ليس حديثي لك يعني، إذا الآن دراسات. لذلك الموضوع نقول لممثل الأمين العام المتحدة، ونقول لكل من نحن في وضعية احتراب في مؤامرة دولية، المشكل ليس في إيجاد مؤتمر للنساء في عمان ولا بتمثيل المرأة. أنا أثق بالمرأة، ولتأخذ 90% و10% ذكور في الحوار مع الحوثيين. المشكل في التوصيف، أنتم الآن تغالطون، نحن لسنا أطفال ولسنا أغبياء، المشكل بالأمم المتحدة والدول الراعية، هناك توصيف خاطئ لما حدث. أن تصف ما حدث في 14 سبتمبر لم تصفه انقلاب، أن تصنف الحوثي طرف من أطراف النزاع، هذا المشكل. المشكل تجيب نساء، تجيب أطفال، تجمع لي نساء العالم، هذه كلها تضليلات. المشكل جوهري هنالك، أول عنصرين اثنين، توصيف خاطئ لما حدث في 2014، هذا توصيف. المشاورات بين ما يسمى هم حسب تصنيفهم، أنا أسميهم انقلاب سلطة شرعية، هم يسموهم أطراف نزاع، هناك فجوة بين الطروحات للمشاورات وبين المرجعيات الناظمة الصادرة عن الأمم المتحدة، يعني 22-16 وكل ما لهش علاقة باللي يطرحونه، هذا في غاية الخطورة. أربعة، هناك خلل بين الإجراءات، غض طرف من المجتمع الدولي ومن الدول المهيمنة وبالاتفاق مع الإمارات والسعودية على إحداث تحولات في الجغرافيا اليمنية، غض الطرف عن ميناء عدن، تجنيس أبناء سقطرة، إنشاء ميليشيات بقائر، هم يشاهدوا هذا. نعم. يعني هم الغرب صدم التقرير، لجنة العقوبة صدمت بعد 4 سنوات، يا إلهي 4 سنوات إنه الإمارات معها استراتيجية، هذا ضحك عن الدقون. هناك اتفاقية بين الإمارات وبريطانيا وأمريكا على مكافحة الإرهاب، هناك تمهيد لعودة بريطانيا وصراعها وطريق الحرير، يعني هناك تحالف إماراتي أمريكي بهدف تقليص الحضور الصيني والروسي. المسألة أعمق، لذلك هم يريدون إطالة المعركة بحيث أن السعودية تستنزف حقوقيا، بمعنى أنه الآن عندها ملفات في الضربات الخاطئة، ملفات في انتهاك حقوق الإنسان، ملف خافش يدفع يدفع استنزف وبعدين بعد نعم يتكلمون بس بعد الموضوع. بعد الاستنزاف أنت أثث للمنطقة، يعني دمر، شظي الجغرافيا وتشظيها، اخلق واقع جديد، حوثيين حراك جنوبي سلطة ضعيفة، هذا يساعدني، هذا كله يساعدهم. بعدين هم الخليجيين نفسهم بيدفعوا إعمار سوريا والعراق واليمن وليبيا، يعني إنه لا يمكن لهذه الهمة أن تنهض. لذلك لا علاقة للحرب في اليمن والاحتراب لا باجتماع عمان ولا بتمثيل المرأة ب50%. أنا والله أتكلم بكل تجرد، 90% من النساء تفضلوا خضوا، وحتى 10% من الذكور ليس هناك مشكل، إذا كان المشكلة بالكوتا وبالتمثيل، المشكل في التوصيف، المشكل في أن هناك صراع دولي. نعم. على لو سمحتي، صراع دولي على الموقع الجيوستراتيجي، هناك صراع على ما يقارب 10 مليار برميل نفط تفوق تقريبا كل مخزون دول الخليج، هناك صراع على من يتحكم بثاني ميناء في العالم في عدن، هناك صراع على كل من يتحكم بالمضيقات وممرات الحركة الدولية، هناك صراع يبحثون عن الماء النقي وتحليته في المناطق الشرقية. بالتالي المسألة لو سمحتي، المسألة أكبر من تمثيل المرأة، أكبر من صرف هذه الميزانية، يعني هم يعطونا يعني كيس رز وثمنه للداخل يساوي
100 أو 200 دولار، هذا الأمم المتحدة تستنزف، وهذا يستنزفنا جريفيتس على الشعب اليمني أن يستعيد يعني مبادرته. نعم. من عمان دعنا نستضيف الأستاذ كوكب الذيفاني المدير التنفيذي لشبكة نساء من أجل اليمن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ كوكب. مساء النور، أهلا بك معنا. وبداية، تنظم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عمان مؤتمر المرأة اليمنية بعنوان وسطاء من أجل السلام على مدى يومين، يجمع أكثر أو 100 امرأة يمثلن جميع مناحي المجتمع اليمني طبعا لمناقشة دور المرأة اليمنية في صنع وبناء السلام في اليمن. ما هي أهداف هذا المؤتمر ومخرجاته؟ طبعا هو المؤتمر هذا يأتي بعد اتفاقية ستوكهولم، وكذلك بعد ضغط النساء من أجل تمثيلهم، لأنه كما تعرفين أنه في اتفاق ستوكهولم الأخير كان في امرأة واحدة فقط. طبعا هدف المؤتمر هذا هو جمع النساء من جميع الأطياف، ومحاولة إيجاد وسيطات من جميع الأطياف لأجل حل الصراع الموجود القائم. نعم، ما هي معايير اختيار هؤلاء النساء؟ يعني 100 امرأة يمنية شاركن في المؤتمر، كيف تم اختيارهم؟ طبعا أنا لم أطلع على معايير اختيار الأمم المتحدة، لكن تم اختيار مثلا شبكة أجل اليمن، والذي نعرفه أنه تم اختيار النساء من جميع الأطياف ومن جميع الأحزاب. يعني وجدنا جميع الأحزاب وجميع أطراف الصراع اللي موجودة في هذا المؤتمر ممثلة في نساء، وكذلك موجود نساء من شبكات سلام مختلفة وتعمل على الأرض وتعمل مع. نعم، هناك من يتساءل أستاذ كوكب أن هذا كله هو حرف لمسار القضية، يعني عمل مؤتمرات ربما لن تؤثر عمليا في الواقع، بدليل أنه كثير من المؤتمرات تم إقامتها ولم نحصد منها شيء سوى كثير من الصرفيات وكثير من الدعاية الإعلامية لهذه المؤتمرات، ولكن لا يتم الحديث في صلب وجوهر مشكلة اليمن حقيقة. طبعا هو الحديث يعني مساءلة آليات الأمم المتحدة أو مساءلة الدبلوماسية الخارجية هي لن تفيد قضيتنا نحن كيمنيين، لكن احنا يجب أن نعمل من خلال هذه الدبلوماسية الموجودة. ونحن في مثلا، وأنا أحب أن أتكلم عن شبكتنا، نحن في شبكتنا نؤمن بأن وجود النساء هو بيضيف حل للمشكلة. طبعا المشاكل اللي الموجودة والتحليلات اللي موجودة النساء تستطيع طرحها، وكما تعرفين مثلا هناك الصراع الموجودة. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر أستاذ كوكب، سنحاول التواصل معك من جديد. إذا عودة إليك أستاذ دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني من المستفيد من إطالة أمد المعاناة في اليمن، وكيف يمكن أن نفهم تراخي الأمم المتحدة في هذا الجانب من تنصل الحوثيين من اتفاق السويد، في حين إذا حدثت أي يعني حركة من قبل الحكومة يتم التنديد بها ويتم الحديث عنها مباشرة؟ في 3 أطراف مستفيدين، طرفين رئيسيين وطرف طفيلي. الطرف المستفيد الأول الحوثيين، لأن إطالة أمد الحرب يجعله أمام جمهور العقائد له والجمهور الخاضع لهيمنته أنه قوي وصامد أمام تحالف دول وأنهم غير قادرين على اجتثاثه. 2، الوقت الطويل يمنحه مزيد من فرض تحوله من طرف نزاع إلى سلطة واقعية، وأنت لاحظت أنهم قاموا بتصفية صالح، استولوا على سلاح الدولة، استولوا على المؤسسات، غيروا المناهج، سيطروا على المؤسسة الأكاديمية، توغلوا يعني الوقت هذا يخدمهم. هذا الوقت يخدمهم، ولابد أن يتزامن إطالة المدة مع إحلال الحوثيين بديل ومع خلق أزمة إنسانية. العنصر الثاني المستفيد الدول الراعية وليس الأمم المتحدة. في فرق بين الأمم المتحدة كهيكل بين الدول الخمس الراعية والمسيطرة. هؤلاء في إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط يريدون
استنزاف دول الخليج، بيع سلاح للسعودية والإمارات في المعركة هذه، يريدون مقايضات، هناك انتهاكات. صح. هذه الانتهاكات في مقابل أمامها من أجل غض الطرف، بمعنى أنه دفعوا 400 مليار مقابل كثير من الأخطاء. لديهم أيضا أن دول التحالف تتحمل الملف الإنساني والاقتصادي والإعماري على حسابها. لديهم أيضا أن دول التحالف الإماراتي السعودي سيقوم بتهيئة الملعب اليمني لتصديقته. نعم. وخلق فراغات أمنية بحيث تأتي الدول الكبرى للداخل. العنصر الطفيلي، سأستمع إليه، اسمح لي فقط، عدت إلينا كوكب، سأستمع إليه بعد أن أسأل كوكب. أولا أهلا بك من جديد أستاذة كوكب. شكرا لك. أهلا بك. يعني لم أستمع إليك حقيقة في يعني آخر كلامك، ولكن أود أن أطرح عليك سؤال. يعني ما هي أبرز المواضيع التي تم مناقشتها؟ يعني هل مثلا تم طرح لما تم توقف مشاورات أو اتفاق ستوكهولم؟ لما لا يتم الضغط على الطرف المعرقل فعليا؟ هل تم طرح بعض هذه القضايا، ملف الأسرى، هل تم الحديث عنه؟ بالتأكيد، يعني هو وجودنا ليس يعني تجميلي في الأخير، هو وجودنا لابد أن نكون موجودين لكي نطرح هذه القضايا الحساسة. يعني هو يعني تم الحديث مثلا أنه اتفاق ستوكهولم يعني واجه عاجز أصلا، وكمان أنه موضوع المعتقلين أصبح خيبة أمل بالنسبة لكثير من اليمنيين، وهم يعرفون ذلك. يعني فلذلك وحاولنا نضع آراءنا بخصوص اتفاقية ستوكهولم، لكن في الأخير هم يحاولون أنهم يحشدون مثلا النساء، خصوصا القاعدة الشعبية، لأنهم يريدون حل من المجتمع نفسه، وهذا دليل أنه لن يستطيع أن يكون هناك حل من دون أن يكون حل يمني وحل جذري. وهذا الذي نأمل فيه بوجودنا كيمنيات، أن نحن نقوم بالضغط واستمرار أن نوصل أصواتنا، لأنه في الأخير إذا لم نملأ هذا الفراغ سيملأه غيرنا. وكذلك يجب أن نظل نشتغل في الدبلوماسية ونشتغل في هذه المسارات، حتى إذا كنا نريد سلام، ليس سلام وقتي وليس سلام مثل ما حصل في المبادرة الخليجية، لكن نريد سلام مستدام، ولا نريد سلام يؤسس لفترة صراع أخرى. نعم. سؤال أخير أستاذ كوكب، هل من ضمن المشاركات رابطة أمهات المختطفين على الأقل للحديث عن مأساتهن؟ من المشاهد أنه على الأرض خاصة بهن نعم، للأسف انقطع الصوت مرة أخرى. شكرا جزيلا لك كوكب الضيفاني، المدير التنفيذي لشبكة نساء من أجل اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. تفضل دكتور، كان لديك تعليق. بس أرجو ألا تقطعيني، ضايقت في البداية. أول ربط عن اثنين، العنصر الطفيلي تحدثنا عنه، سما أكمل على إجابة عليها. العنصر الطفيلي ممثل بالسلطة الشرعية وبعض عناصرها، ليس كلها، التي أصبحت تستثمر وأصبحت غنية من خلال بقائها في الخارج واستلام مرتبات وبناء شقق ومشاريع. نعود لطرح السيدة عندما تتحدث أن الأمم المتحدة تريد حلا من المجتمع المحلي، يعني إيش التضليل هذا والكلام؟ بعد ما أنتم سمحتم لدولة للتحالف السعودي الإماراتي بالتدخل العسكري، بعد ما تركتم الإمارات تقوم بتأسيس ميليشيات وتأسيس وتدعم المجلس الحراك الانتقالي وتقوم بوضع له جميع عمومية ووضع سجون سرية وفصل الشمال على الجنوب وتجويع الشعب اليمني وبقاء السلطة في الخارج، أي وهناك مخطط إقليمي ودولي لعبة تشكيل الجغرافية الوطنية اليمنية وعبة تشكيل الخارطة المذهبية وإنهاك الشعب اليمني، أي مشاركة محلية بعد استنزاف الشعب اليمني وقتله بهذه الطريقة نطلب يعني. وهم عارفين يعني هذا، أنا الكلام هذا يعني يستفزني، يعني عندما يقول يعني شاركوا في الخراب ويريدون في الأخير. لا مش في ليس مشاركة في الخراب، هناك استراتيجية واضحة. اللي يدرس إدارة النزاعات والذي يدرس إيجاد فاعلين غير الدولة والذي يتابع أفريقيا وأمريكا اللاتين يدرك أن الغرب هذه المغالطات للرأي العام، أننا نريد نجمع نقوم باجتماع النساء ثم نعمل مؤتمر للمشايخ،
هؤلاء حتى السلطة الشرعية غير قادرين. السلطة الشرعية تمت مصادرة حقها الأصيل في ممارسة السيادة، وأصبحت الذي يدير السيادة في اليمن السعودية والإمارات، الذي يحكم المواني والمطارات وعودة الحكومة السعودية والإمارات، الذي يدفع المرتبات السعودية السعودية والإمارات، الذي يقوم بتمويل الحوثيين السعودية والإمارات، الذي يعني يوقف المعارك ويقصف جيشنا الوطني إذا تقدم خطوة من غير موافقة التحالف السعودي الإماراتي يتم قصفه بالطيران. بعد كل هذا التدمير والإنهاك، أطلب من المجتمع المحلي، المجتمع المحلي يحتاج شربة ماء، يحتاج إلى كهرباء. أنهك 4 سنوات لدي الكوليرا مفتعلة، هذا معناته استخفاف بعقلنا، استخفاف بقدراتنا. يعني الذي نحن بحاجة إليه للدول، للمجتمع الدولي دول الخليج، التوصيف الدقيق لماذا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربي ينقلب رأسا على عقب إذا تمت الانقلاب على سلطة منتخبة. ألم يكن عبد الرب منصور هادي رئيس منتخب وفي إطار المبادرة الخليجية وفي إطار قرارات مجلس الأمن؟ ألا يتعاملوا مع أمر واقع أيضا؟ ليس من الذي خلق الأمر الواقع سيدتي؟ الذي خلق الأمر الواقع هم تركوا مساحة حتى يجدوا وقت واقع، لأنه كان الإمارات تريد تأثيث المناطق الجنوبية. إيجاد كانت تحتاج إلى وقت، ما حسموش المعركة العسكرية. أنا أقول تأخير الحسم العسكري عمل قصدي عقلاني استراتيجي، لأنه ما حسمش، وقف الجيش عند خوم صنعاء، ابقى تعز محاصرة، جوع الناس، أسس الحزام الأمني، أسس النخب الشبوين الحضرمية، مول الناس، احجز الناس في السجون، صفي المساجد من الرموز المعتدلة، عمم المذهب المدخلي، اخلق حالة من تقطع الجغرافية الوطنية. على من نضحك؟ أنا يعني أقول لك نحن في مرحلة حرجة، هذا الحديث يصيبني بالجنون. نحن لسنا بحاجة إلى هذا الحكم. لما يتكلم عن نريد حل من الداخل، هذا لم يكن في حالة استقرار. لما نقوم إحنا أخذنا سرقنا ميزانية من صناديق تمويل الصندوق الأمريكي ولا الأوروبي عشان نعمل توعية نسائية، يقول لك إحنا أخذنا $100,000 عشان نقوم بتوعية بخلق مصانع، بتدريب المجتمع المحلي على الاكتفاء الذاتي، بتمكين المرأة. نحن أمام مؤامرة دولية. نحن اكتشفنا الآن اليمن بجوهرة بيد فحام. علي عبد الله صالح كان لديه جوهرة استراتيجية فيها سوق قطرة وباب المندب وميناء عدن والنفط المخزون في الأرض والثقل الديموغرافي وهذا الشعب الحيوي. شوفي الآن برغم الحروب كم الجوائز، كم معنا فنانين، كم معنا مسرحيات، كم عندنا كتاب. تكتشف في هذه اللحظة، شوف المرأة اليمنية الآن كيف خرجت للعالم رغم هذه الظروف. لذلك الحديث أنه نحن نريد، يعني شوفي واحد يغتالك ثم يقول لك ابحث عن حلك، نحن أمام مؤامرة إقليمية ودولية. أمام هذا كله دكتور، الصين يعني تريد، الصين تريد طريق الحرير، الصين تريد طريق الحرير، روسيا تريد العودة، بريطانيا تلعب من الخلف وهي مستلمة الملف، أمريكا تريد العودة عن طريق سوق قطرة، عن طريق مخافة الإرهاب، الإمارات تريد حرب الممرات والمنافذ والقواعد العسكرية، عمان تريد المنطقة الشرقية في صراع استراتيجي مع السعودية. أمام كل ذلك دكتور، طيب يجي يقول لك واحد لحظة، يجي واحد يقول لك بعدين شعب يمني لا يجد قوت يومه، لا يجد كهرباء، لا يجد نت، محاصر يموت، وتقول له نحن الآن بعد ما احنا قد لو سمحتي كبناه وقتلناه. نقول له نريد تفكر ومن هذا المجتمع المحلي نجد حلول. يا أخي هناك توصيف واضح، هذا انقلاب عقائدي والغرب رفض التفويض الإلهي في القرون الوسطى. ليش الغرب تمرد على الكنيسة؟ ليش الغرب تمرد على الكنيسة في القرون الوسطى؟ لماذا راحت الجماجم الأوروبية من أجل يعني حكومة مدنية وحكومة تقوم على العقد الاجتماعي بمعنى القطع مع التفويض الإلهي؟ ليش نحن يعودون للتفويض الإلهي؟ لماذا أنتم لا تصفون الحوثيين بجماعة تبحث عن التوفيق الإلهي، بجماعة تريدون أن تواجه السنة والشيعة؟ لماذا تستدعوا الانتماءات الأولية؟ هذه مغالطات على الشعب اليمني. أدرك أن تنهكني وتقتلني، تقول لي بعدين فكر بحلول. نعم، إذا ونحن سندفع لك $100,000. ستظل بلا إجابة للأسف الشديد أمام هذا. الإجابات واضحة يا عزيزي، الإجابات واضحة للأسف. لا بعد 4 سنوات الإجابات واضحة علينا، على الشعب اليمني من الداخل. أنا أشجع كل الكيانات التي تأسست في تعز
التي تنادي بالدفاع عن السيادة، عن التحرر يعني وإنهاء الانقلاب وإخراج السعودية والإمارات من المعادلة. نحن بحاجة إلى عودة المبادرة للشعب اليمني وإلى تفعيله، وإن مصيرنا بيدنا نحو اليمني، لا نحتاج إلى $100,000 عشان نفكر محليا. إذن دكتور شكرا جزيلا لك. عبد الوقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.